هذا بعض الأخوة يسأل عن بعض الجماعات المعينة في الساحة. أقول لكم منهجي الذي لي سنوات ملتزم به. أنا لا أتحدث عن أعيان. وكنت أقول للشيخ ونحن في طريقنا اليوم للقاء، قلت في المدينة 3 من فرق اليهود، بني قينقاع، بني النضير كما تعلمون، بني قريظة. ومع ذلك لا يوجد اسم مباشر في القرآن، اسم واحد من هذه الفرق. أهل الكتاب، ليس في القرآن اسم منافق واحد أبدا، ليس في القرآن اسم كافر واحد من المعاصرين إلا أبا لهب استثناء. إذن هذه معاني عظيمة. نحن نتحدث عن أوصاف، نتحدث عن أصول، عن منهج، لأن الحديث عن فرق وجماعات قد يوقع في إشكالات كثيرة، وإن كان العلماء مختلفون في هذا الباب لا يفهم من كلامي غيره. نعم، من تكلم علانية وسمى فله اجتهاده، ومن لم يسمي له اجتهاده، لكن أتحدث عن المنهج الذي أراه. لكنني أصف كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم ووصف القرآن المنافقين حتى كاد يقول فلان نافق يا رسول الله، هذا أسلم وأبقى وأقوى، والله أعلم. ولذلك أعتذر ممن يريد مني أن أسمي، وقد بينت ووصفت وحددت، وهذا واضح في كلام العلماء المعاصرين والمتقدمين.